بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيد الصائمين وإمام القائمين خاتم النبيين محمد صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها المعتمرون الكرام، تقبل الله مني ومنكم، نقول إن شاء الله لبيك اللهم عمرة فيسرها لنا وتقبلها منا. أيها الكرام، بدون كلام مطول، العمرة في أربع كلمات: الكلمة الأولى الإحرام من الميقات بنية، الكلمة الثانية الطواف حول الكعبة سبعة أشواط، تبدأ الطواف من الحجر الأسود وتختم بالحجر الأسود، الكلمة الثالثة السعي بين الصفا والمروة سبعة أشواط، تبدأ بالصفا وتختم بالمروة، الكلمة الرابعة والأخيرة الحلق أو التقصير للرجال، الحلق أو التقصير للرجال، والحلق أفضل من التقصير لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثة ودعا للمقصرين مرة واحدة. أما النسوة فليس لهن إلا التقصير، حيث تجمع المرأة ضفائرها وتأخذ من ضفائرها بقدر أنملة، وبذلك تكون قد انتهت عمرتك. ونسأل الله أن يعمر قلوبنا بالإيمان وأن يعمر قبورنا بالعمل الصالح، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. وبعد تلبيتك بالعمرة تقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك حقا حقا، لبيك تعبدا ورقا، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. حينما تصل إلى مكة لا بأس إذا أردت أن تغتسل، لكن احذر الطيب، البخور، الصابون برائحة، احذر أن تضع طيبا، لأن هذا من محظورات الإحرام كما هو معلوم لديك. وصل اللهم وسلم وبارك على البشير النذير محمد. لبيك اللهم عمر.